بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. الجو كمان هيكون لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد. كمان النهاردة في فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء وشمال الوجه البحري. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك. أهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الطقس، خصوصا أنه يعني حضرتك قلت لنا قبل كده كام يوم ونتعرض لمنخفض جوي يقلل شوية في درجات الحرارة. هو طبعا احنا الحمد لله اليوم مكملين في الاستقرار في الاحوال الجويه في معظم محافظات الجمهوريه، ويمكن احنا على مدار هذا الاسبوع شاهدنا الاجواء الخريفيه في معظم محافظات الجمهوريه. كانت فرص الامطار خفيفه وبتنحصر فقط في السواحل الشماليه للبلاد، المحافظات المطله على البحر المتوسط. ده متوقع ان هو يكمل معانا اليوم باستمرار تاثرنا طبعا بوجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، هيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه اللي هتحجب جزء من اشعه الشمس، فبالتالي هتساعد على انخفاض درجات الحراره واحساسنا بالاجواء الخريفيه خلال فتره النهار. عظمى على القاهره الكبرى هتتراوح ما بين 29 الى 30 درجه مئويه، فبالتالي هنحس بالاجواء الخريفيه المائله للحراره على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد. أجواء معتدلة تماما على السواحل الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط، أجواء حارة على المحافظات الجنوبية، جنوب الصعيد وجنوب سيناء داخل فترات النهار وخاصة في فترة الظهيرة. لكن فور غياب أشعة الشمس ودخولنا فترات الليل طبعا درجات الحرارة بتنخفض بشكل كبير وبشكل ملحوظ في ساعات الليل المتاخر فترات الصباح الباكر. بدانا نشعر بالبروده في الاوقات دي خلال هذا الاسبوع. اجواء فتره الليل لطيفه في اول ساعات الليل، لكن في ساعات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر هي اجواء مائله للبروده، بالاضافه كمان الشبوره المائيه بتكون هي الظاهره الجويه المؤثره فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض في الرؤيه فتره الصباح الباكر، ولكن هي بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، يعني تدريجيا مع الساعه 7 8 صباحا الشبوره المائيه بتبدا في الاختفاء، الرؤيه الافقيه بتبدا تتحسن على اغلب الطرق. بالنسبه لفرص امطار اليوم، هي هتكون فرص امطار على بعض الاماكن من السواحل الشماليه للبلاد، المحافظات المطله على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري على فترات متقطعه من اليوم، يمكن نلاحظها في اماكن والاماكن الاخرى لا، غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه. سرعات الرياح اليوم هتكون ما بين 30 ل 35 كيلو متر على الساعه، وهتنحصر في المناطق الجنوبيه شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، هتزود احساسنا بانخفاض درجات الحراره غير مثيره لاي رمال واتربه، هي الاجواء مستقره تماما اليوم. غدا ان شاء الله متوقع ان المنخفض الجوي يتعمق. قبل غدا حركه الملاحه البحريه على البحرين اخبارها ايه دلوقتي؟ هو طبعا في اعتدال في سرعات الرياح على البحرين، فده بيؤدي الى اعتدال حركه الملاحه البحريه على البحرين الاحمر والمتوسط، ارتفاع الامواج على البحر المتوسط لا يتجاوز 2 متر، فبالتالي مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. بالنسبه للبحر الاحمر ايضا معتدل، ارتفاع الامواج فيه ما بين 1.5 ل 2.4 متر، ومؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. طبعا احنا كنا متوقعين وقلنا مع حضراتكم ان احنا من غدا ان شاء الله هيبدا ياثر علينا تعمق المنخفض الجوي بشكل كبير في جمهوريه مصر العربيه، فبالتالي فرص الامطار هتزيد وكميات الامطار هتزيد على المحافظات الشماليه، وتصبح امطار خفيفه الى متوسطه على السواحل الشماليه ومحافظات شمال الوجه البحري، وقد تمتد كمان الامطار خفيفه المناطق من جنوب الوجه البحري والقاهره الكبرى مع انخفاضات خفيفه في قيم درجه الحراره فتره النهار وايضا فترات الليل. زياده الامطار اللي احنا ممكن نشهدها بكره دي هتكون اكتر فين، في محافظات ايه، وهل هتاثر على يعني اعمالنا اليوميه ولا لا؟ هي طبعا الامطار هتزيد، احنا اليوم بنقول امطار خفيفه على المناطق الساحليه، ويمكن كمان كان امس امطار خفيفه، غدا ان شاء الله هتكون امطار خفيفه الى متوسطه، يعني خفيفه في اماكن متوسطه في اماكن من المحافظات المطله على البحر المتوسط، مرورا بمطروح، الاسكندريه، البحيره، كفر الشيخ، الدقهليه،
دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، كمان بعض الاماكن من مدن القناه، لكن المناطق الداخليه الامطار فيها خفيفه. وان شاء الله هو في تعامل كامل بين وبين المحافظات، فبالتالي ان شاء الله كميات الامطار ما تاثرش تماما على اي اعمال انشطه يوميه. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره للعظمى فيها 30 والصغرى 22، العاصمة الإدارية 30-21، اسكندرية 27-21، العالمين الجديدة 26-21، مطروح 27-20، دمياط 29-22، بورسعيد 28-22، الإسماعيلية 30-20، السويس العظمى فيها 31 والصغرى 21، العريش 29-20، كاترين 25-16، طابة 31-24، حلايب 32-26، شلاتين 34-25، شرم الشيخ 34-26، الغردقة 33-25، الفيوم العظمى فيها 30 والصغرى 19، بني سويف 31-19، الوادي الجديد 33-20، أسيوط 31-18، سوهاج 34-21، قنا 34-22، الأقصر 35-23، وأخيرا أسوان العظمى فيها 35 والصغرى 24. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية نروح لأحمد ومنا نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لمي، وشكر موصول لدكتورة منار غانم، وبأكد برضو الاتباع والالتزام يعني الإجراءات اللي انت قلت عليها الخاصة بالطقس. بص يا أحمد، حط كلمة مائل دايما، مائل للحرارة الصبح فالجو لطيف، ومائل البرودة بالليل. بداية فصل الشتاء تقريبا، فطبيعي ان بالليل بتبقى الدنيا فيها نوع من أنواع البرودة النسبية بس الحلوة المعدية يعني. تمام، شكرا.